السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أخي، هذا الكود المطلوب بإذن الله تعالى. خوارزمية PSO هي مستخدمين الستاندرد PSO. مثل ما عم نشوف بالقسم الأول من الكود، أنت هون الآن بتحدد في عدد العناصر الموجودة بقلب الداتا سيت K. هذا القانون أخذته من الصورة اللي تبعت لي إياها. هون عملت لك متغيرين، واحد اسمه choose random variable يحدد لك من هو المتغير العشوائي اللي حيولد الداتا سيت، واحد اسمه choose error metric اللي هو المعيار الخطأ اللي رح يتم استخدامه لحساب القيمة الأفضل لإتش. بكل بساطة هون حلقة F حتى نعرف مين هو المتغير العشوائي. هلا متغيرات بارامترات الـ PSO مضبوطة هون، عدد الـ particles، كم iteration أو generation، المجال الأعظم والأصغر القيم H اللي بدنا نبحث عنها، وفي عنا اللور باوند والهير باوند للفيلوسيتي. C1 C2 W هي بارامترات خوارزمية الـ PSO. بعد هيك رح يتم استدعاء الخوارزمية، طبعا في كود اسمه PSO هون هو PSO class. بعدها رح نعمل run. هون نحن عرفنا object، هون عملنا run للخوارزمية. بعد ما عملنا run للخوارزمية رح ترجع لي قيمة H، أفضل قيمة قدر يحصل عليها وأفضل fitness value، يعني عمليا أفضل قيمة للخطأ. بعد ما حسبنا ال H وال fitness value، عرفنا هون المتغيرات العشوائية الأربعة حسب المقال كدالة كثافة احتمالية. بعد ما عملنا هاي العملية جينا هون بهذا القسم، حسبنا الـ estimated value من أجل كل قيمة موجودة بقلب الـ data set. مرة باستخدام الـ estimated value function 1 اللي هو نفس اللي موجود بالمقال، ومرة 2 اللي هو القانون اللي بعته أنت بالورقة اللي عم يقسم فيه على DG. بعد ما حسبنا الـ estimated value من أجل كل قيمة موجودة بقلب الـ data set، نحن نحسب الخطأ الـ MSE1. الـ MSE1 ما بين الـ True Value والـ Estimated Value. طبعاً الـ True Value مين اللي بيحددها؟ بيحددها هو شو المتغير العشوائي اللي نحن استخدمناه لتوليد الـ Dataset. فهو مثلاً حيكون إذا كنا مختارين واحد فحيكون هو Uniform، إذا كنا مختارين اثنين فهو Normal إلى آخره. بعد هيك حيطلع لنا الكود قيمة الـ MSE1 والـ MSE2. حعمل run، حيطلع لنا هون الـ best global cost اللي قدر يحصل عليها لحتى اللحظة. هلا خوارزمية الـ PSO شغالة، بس تنتهي لاحظ هون انتهت، رح يطلع لي قيمة الـ H، رح يطلع لي قيمة الـ MSE1 اللي هي مقابلة للتابع الموجود بالمقال، والـ MSE2 هو التابع اللي أنت بعته واللي عم يقسم فيه على DG. السلام عليكم.